المسألة الأولانية عن البلوك دايجرام. أول حاجة الانبوت بتاعي بسميه الـ R والاوتبوت بسميه C. سهم داخل على summation، وبعد كده سهم داخل على برضو summation على بلوك اسمه G1، بلوك اسمه G2، بلوك G3، وفي فيدباك هنا H، وفي يونيتي فيدباك هنا. هنا عامل تحديد على الجي 1 والجي 2، لو لاحظنا هنلاقيهم كاسكيدد متعاقبين، وفي البلوكين لما يكونوا كاسكيدد بضربهم في بعض هيبقوا بالشكل ده جي 1 جي 2. عايز اختصر كمان الشكل ابسط من كده، لاحظ ان جي 1 جي 2 مع الفيدباك اتش، اقول ان جي 1 جي 2 على 1 ناقص بعد اشارة الفيدباك جي 1 جي 2 اتش، هتبقى بالشكل ده كده جي 1 جي 2 على 1 ناقص جي 1 جي 2 اتش. الاقي البلوكين دول كاسكيدد اضربهم في بعض تبقى بالمنظر ده جي 1 جي 2 جي 3 على 1 ناقص جي 1 جي 2 اتش. الاقي برضك اخر حاجه الفيدباك بتاعتي اليونيتي فيدباك بالماينس، اول ان جي 1 جي 2 جي 3 على 1 ناقص جي 1 جي 2 اتش زائد جي 1 جي 2 جي 3، بجمع عليها البسط بغير الاشاره وبحط قيمه البسط تبقى كده ار رايحه على البلوك جي 1 جي 2 جي 3 على 1 ناقص جي 1 جي 2 اتش بلس جي 1 جي 2 جي 3. وبكده هنقول ان سي على ار هتساوي القيمة بتاعت البلوك كده جي 1 جي 2 جي 3 على 1 ناقص جي 1 جي 2 اتش زائد جي 1 جي 2 جي 3.